أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، يسرنا اليوم أن نقدم لكم الوحدة الثالثة من مقرر الصف الأول الثانوي النظام الحديث 2021، وسوف نقوم بشرح الملحوظات اللغوية والفروق في استخدام الكلمات حتى نمكنكم من الاختيار الصحيح وفي الامتحانات. الوحدة الثالثة أولى ثانوي نظام حديث، ونبدأ. ولا تنسوا أعزائي الطلاب تفعيل زر الجرس وإرسال إعجاباتكم ومشاركاتكم حتى نعطيكم المزيد والمزيد. وقناة فري إنجلش ترحب بكم وتتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله. الوحدة الصف الأول الثانوي، الوحدة الثالثة، الجزء الأول، شرح الملحوظات اللغوية التي وردت في الدرس الأول والثاني. الكلمات اللي عندنا أفعال. أول فعل عندنا إيرن. إيرن معنى يكسب يربح. إيرن، وبيجي معاها إيرن ماني. وإيرن ماني هنا يكسب عمل من، يكسب أموال من عمل معين. قلت مثلا أز هذا تاكسي درايفر، قائد عربة، أجرة، هذا تاكسي درايفر. He earns، يكسب. Some money، بعض المال. Some money every day، كسائق عربة أجرة، يكسب بعض المال يوميا. يبقى كده هي earn money، وهنا يكسب من عمل. تاني جزئية عندنا make money. make money بمعنى يجمع أموال، وهنا بيجمع أموال بطريقة كبيرة. make money يبقى يجمع أموال. على سبيل المثال لو قلت footballers، footballers لاعبي الكرة، footballers make much money، يجمع أموالا طائلة. each match من كل مباراة. each match they win، يفوزون بها. الجزء الثالث عندي، يبقى أنا عندي earn money، make money، اللي بعديها get money. لو قلت مثلا the worker، العامل، the worker gets، يحصل على one hundred pounds a day، يحصل على 100 جنيه في اليوم. يبقى get money يحصل على أموال. يعني أقول مثلا he gets 10,000 pounds a month، يحصل على 10,000 جنيه في الشهر. يبقى earn money، make money للناس اللي بيكونوا أموال بسرعة. أقول مثلا this famous doctor makes much money out of من doing operations. الجملة اللي بعديها footballers ماشي زي surgeons، ونفس التعبير. يبقى عندنا earn وميك وجيت. نيجي نتحرك لجزئية تانية. أفعال مرت عليا في المرحلة الإعدادية وأفعال سهلة. فالأفعال دي زي إيه؟ أول فعل عندي برو. برو بمعنى يستعير أو يقترض، وبتاخد حرف الجر from، يستعير يقترض من. العكس بتاعها هذه lend to، يقرض، يسلف، وهكذا. لو قلت مثلا I borrowed، استعرت. ايوه I borrowed
some money اقترضت بعض الأموال from a friend. هتساوي عندي نفس التعبير لو أنا استخدمت lent to، يعني أقول مثلا a friend lent some money to me. A friend lent some money lent some money وحرف الجر to me. ممكن اقول I borrowed some money from the bank، سحبت او اقترضت بعض المال من البنك، يبقى the bank lent me some money او lent some money to me. يبقى borrow from يستعير من يقترض من، عكسها lend to. وبرو الماضي borrowed استعار، ولند لند اقترض او اقرض، يعني ممكن اقول the bank lent him a loan، البنك اقرضه سلفة. برو لند عندي كلمة، يعني هذه مثلا كلمة لو قلت money lender اللي هو المرابي اللي بيقرض الناس فلوس بأجر، money lender. نيجي لجزئية تانية، يبقى borrow from، وممكن أقول I borrowed some books from the school library، استعرت بعض الكتب من مكتبة المدرسة، أو the librarian lent me some books، the librarian lent some books to me. وبرو يستعير، بورور مستعير، عندي كلمات خاصة بجسم الشخص. أول كلمة عندي over wet، over wet، over wet معناها زائد الوزن، زائد الوزن أكثر من الوزن المعتاد. يعني أقول مثلا he is over weight، هو وزنه زائد عن الحد، زائد عن الوزن. So he follows، يتبع، follows a diet، a diet يتبع نظام غذائي. He is overweight so he follows a diet. تاني كلمة عندي كلمة fat، fat هنا سمين أكثر من اللازم، يعني سمين أكثر من اللازم. لو قلت مثلا fat children، الأطفال السمان، fat children، fat children can't، لا يستطيعوا، can't do a sport، لا يستطيعوا القيام بممارسة رياضة معينة easily. نيجي لتالت كلمة عندنا overweight fat، تالت كلمة عندنا الكلمة دياتي obese. obese هنا سمين مترهل، اللي هي السمنة اللي فيها خطورة أمراض، خطورة أمراض. يعني أقول مثلا she is obese so she suffers، she suffers تعاني from، تعاني من her back، تعاني من ألم في الظهر. ممكن أقول backbone، she is obese so she suffered from her back، back هنا ظهر. وممكن أقول knees، knees
الركبتين. أو مثلا أقول مثلا obese children، الأطفال اللي هم سمان أكتر من اللازم، feel shy، يشعرون بالخجل among their peers، بين أقرانهم الناس اللي في سنهم. يبقى overweight fat obese، الكلمة اللي جاية دي كلمة كويسة بعيدة عن السمنة وأعراض السمنة وكل ده. وطبعا obesity السمنة، السمنة المفرطة اللي هي مرض. أنا عندي الكلمة دي بلمب، بلمب هنا معناها ممتلئ الجسم، هنا برشاقة، برشاقة هنا لمين؟ للأطفال والنساء. بلمب يعني شخص جسمه ممتلئ، بس ممتلئ معقول. يعني أقول مثلا شي إز بيوتيفول، شي إز بيوتيفول إنها جميلة، شي إز بيوتيفول أند بلمب وممتلئ الجسم، شي إز بيوتيفول أند بلمب. عندي كلمة تانية سليم، سليم بمعنى رشيق أو رشيقة، اللي هو شخص طويل، طويل القوام ونحيف الجسم. فأقول مثلا she is slim semicolon she isn't fat. she is slim she isn't fat، يبقى plump ممتلئ الجسم، إشارة للرشاقة أو الجمال، دي للأطفال والنساء. سلم رشيق أو رشيقة للرجال والنساء، اللي هي بنسميها في اللغة العربية ممشوق أو ممشوقة القوام أو فارعة الطول. نيجي الجزئية الثانية، والجزئية اللي عندنا دي برضو جزئية سهلة ومرت علينا تقريبا في المرحلة العددية. هذه عندي at the age of، at the age of في سن أو في عمر، في سن أو في عمر. المرادفات اللي جيت عندنا كلمة aged في عمر أو عن عمر يناهز كذا، تساوي تالي التعبير when he أو she was، وأذكر الفترة، فترة العمر، الفترة الزمنية أو السن بمعنى أصح، يبقى أذكر السن. مثال على الكلام دواتي، لو قلت مثلا he graduated، تخرج، he graduated at the age of، تخرج في سن أو في عمر 22، في سن الثانية والعشرين. نفس الكلام لو شلت at the age of هقول aged عن عمر aged 22. حذفت at the age of وaged هجيبها when he was، when يبقى دي number one، number two، number three، when he was عندما كان و 22. يبقى مرة تانية المعلومة السهلة البسيطة دياتي، at the age of هتساوي aged هتساوي when he أو she أو they was aware حسب الفاعل. يعني أقول مثلاً at the age of aged when he أو she was، وهي graduated تخرج at the age of 22. يبقى هي graduated aged 22، هي graduated when he was 22، وطبعاً 22 years old.
الجزئية الثانية من نفس التعبير ده المشابه، ما عدا نغير حرف الجر فقط، هذه أزعجه في سنه في عمره. نجي جزئية ثانية شبيهة بها، إن the age of، إن the age of هترجمة في عصر، في عصر يعني نقول مثلا we live in the age of، in the age of inventions، اننا نعيش في عصر الاختراعات. We live in the age of smartphones. We live in the age of space exploration، استكشاف او ارتياد الفضاء. We in the age of inventions، in the age of technology، technology، تكنولوجيا، وهكذا. Discoveries، الاكتشافات، يبقى in the age of discoveries، technologies، inventions and so on. نيجي الجزئية تانية برضو جزئية سهلة يا أولى ثانوي، هذه عندي كلمات وكلمات سهلة. هذه عندي كلمة بريزون، بريزون، جيل، سل، بريزون، جيل، سل، ثلاثة دول كلمة سهلة. بريزون اللي هو سجن، المبنى، the building in which prisoners أو criminals are kept as a punishment أو penalty، مكان يحتفظ به بالمساجين أو المجرمين كعقاب. يعني مثلا هنا لاحظ عاد أقول go to prison، يذهب إلى السجن، معناها أنه هو سجين. لكن لو قلت go to the prison يبقى زي رايح يزور شخص. نوضح الجزئية دياتي، هذه لو قلت go to prison يبقى هو يسجن هناك، أو شخص يعمل في السجن. لو قلت مثلا the officer، الضابط، went to prison يبقى هو شغال هناك. لكن لو قلت مثلا he went to، وجبت أداة التعريف the prison، he went to the prison yesterday، ذهب إلى السجن بالأمس. طالما عندي the prison يبقى هو هنا ذهب لزيارة شخص ما، وهو لا يعمل هناك. يبقى he went to the prison yesterday معناها he went to visit a prisoner، ذهب لزيارة أسير أو سجين. تاني كلمة عندي يبقى كده prison بدون the، يبقى بستخدمها الأماكن التي تستخدم من أجل الغرض الذي أنشأت من أجله لا تسبق بذا. يعني لو قلت هنا بدون ذا بريزن معناها سجن، شخص اللي بيروح هناك لإما مسجون لإما يعمل هناك. لو جبت ذا يبقى غرض الموضوع زيارة، مقابلة. يعني قلت he went to the prison yesterday، ذهب إلى السجن بالأمس، يبقى معناها he went to visit a prisoner، he went to meet someone، he went to see the main building، المبنى الرئيسي. كلمة jail، jail معناها حجز، حجز في، وهنا حجز مؤقت في سجن. يعني أقول he was put in a jail، he
was put in a jail to wait for لكي ينتظر wait for the magistrate لكي ينتظر قاضي التحقيق. يبقى هنا جيل معناها حجز مكان مؤقت سن. لكن نيجي لتالت كلمة، كلمة سل. سل بمعنى زنزانة، اللي هي عبارة عن الزنزانة حجرة في السجن للمجرمين اللي هم بيصيروا مشاكل في السجن. يعني أقول هي lives يعيش يسكن in a cell، هي lives in a cell. وهذه هنا alone بمفرده، هي lives، أو ممكن أقول هي lives alone in a cell. يبقى الفرق بين prison jail cell. وعندنا طبعا برضو كلمة custody. custody بمعنى حجز مؤقت برضو. ها custody حجز، وحجز بقسم شرطة. نيجي نشوف كلمات تانية غيرهم، وكلمات سهلة إن شاء الله. هذه عندنا أعزائي الطلبة آخر كلمتين عندنا نقولهم برضو. هذه مثلا كلمات زي grow. grow بمعنى ينمو يكبر. هنا للأشياء، للأشياء أقول مثلا plants النباتات، grow تنمو quickly in sandy soil، النباتات تنمو بسرعة في التربة الرملية. ده كلام سليم. نيجي عاد لجرو تاني، وافتكر جرو تساوي بيكم يتحول يصبح. أقول مثلا جرو اولد يكبر في السن، جرو دارك يحل الظلام. يبقى كده جرو بمعنى بيكم. آخر جزئية عندي جرو أب، جرو أب هنا ينمو جسمانيا وعقليا. يعني دي بستخدمها للناس، لكن للأطفال أقول جرو. ماشي، يبقى جرو أب. أذا ذا بوي grew up quickly، نما جسمانيا وعقليا بسرعة. وطبعا عندنا الكلمة ديتها growth بمعنى نمو ازدياد، وgrowing، growing هنا متنامي متزايد. يعني لو قلت growing needs of life، growing needs of life احتياجات الحياة المتزايدة، احتياجات الحياة المتزايدة. وبكده أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي نكون قدمنا مجموعة كويسة من الملحوظات اللغوية. وانتظرونا في فيديو قادم خاص بالوحدة الثالثة، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، إرسال إعجاباتكم وتعليقاتكم، وسنرد على أي أسئلة ترد إلى القناة. فتمنياتنا لكم بالتوفيق.